مشاهدينا اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج كاميرا عقاريه. احنا النهارده معاكم في معرض هاندلنج اكسبو اللي بيقام للمره 16. هيكون معانا لقاءات مع شركات مختلفه، خليكم معانا. ودلوقتي بيشرفنا المهندس عمرو السابع سيلز اند ماركتنج مانجر بشركه تاسك انترناشونال. اهلا بحضرتك. بحضرتك يا فندم، اهلا بيك، شرفتونا. ميرسي، ربنا يخليك. طبعا حابه في الاول اعرف نبذه عن شركه تاسك انترناشونال. تاسك انترناشونال شغالين مينلي في الطيران، مجال الطيران، معدات الارضيه والمطارات، تجهيزات المطارات. وبدأنا نفتح جزء في الشركة في مجال الهاندلنج إكويبمنتس، فورك ليفتس والمان ليفتس والتيلي هاندلرز. والموضوع ده بقالنا فيه حوالي 3 سنين، والحمد لله بدأنا نحقق فيه تقدم. وردنا شوية معدات أجهزة، وطبعا عشان المين كلاينت بتاعنا في الأفيشن فبدأنا نورد الأفيشن، وكان ده بدايتنا في السوق هنا في مصر. ويعني الموضوع بدا يمشي معانا، وربنا يوفق ان شاء الله فيه يعني باذن الله. باذن الله. طب ايه اهم المنتجات اللي انتوا نازلين بيها في المعرض؟ زي ما قلت لحضرتك، احنا عشان ده اول مره لينا في المعرض طبعا، لان احنا بقول لحضرتك في مجال الهاندلنج بقالنا قليل، 2 أو 3، فدي اول مره لينا هنا بنعرض كل المنتجات الشركات اللي احنا بنمثلها في الهاندلنج. اقول لحضرتك الشركات عندنا شركه ماجني، شركه ايطالي تشتغل في التلسكوبيك تيلي هاندلرز، ومن اكبر الشركات في ايطاليا طبعا بتعمل المنتج ده. وشركه اي بي او دي شركه بلغاري بتنتج الفورك ليفتس الهاي رينج اللي هو من 10 طن لحد 32 طن باي ارتفاعات. وشركه راد انجينيرنج دي شركه برضو بلغاري بتنتج السكيل الصغير سواء كهرباء او ديزل او جاز، بتنتج السكيل من 1.5 طن لحد 5 طن. شركة نت ماك دي شركة تركي بتنتج كل معدات المخازن، مان ليفتس، ستاكرز، هاند باليتس، اي حاجة من الحاجات دي موجودة يعني. طب هل في عروض برضو مخصصة للمعرض؟ طبعا لو الناس كان مدخل المعرض احنا عارضين ونش 10 طن من شركة اي بي او البلغارية، عاملين ليه اوفر كويس جدا باسعار السوق دلوقتي. اعتقد احنا هنبقى اقل سعر حتى من الصيني يعني، وطبعا احنا الكواليتي بتاعتنا يوروبيان ستاندرد وابروفد من الاتحاد الاوروبي، لان بلغاريا تعتبر من الاتحاد الاوروبي، فاحنا كل المنتجات اللي بتطلع من هناك لازم تكون يوروبيان ستاندرد يعني. فهو الونش اعتقد هيبقى منافس جدا في السعر، وهيبقى حاجه محترمه جدا يعني، اتمنى الناس تيجي تشوفه يعني. طب رايك في المعرض، وهل الاقبال عليه لحد دلوقتي كويس؟ بصراحه احنا ما بقالناش ساعتين تقريبا، وما شاء الله يعني اعداد الناس اللي بتيجي كتيره جدا، والموضوع في اقبال شكله يعني. ان شاء الله نتمنى انه يكمل على الريت ده ويمكن يزيد اكتر. بكره الجمعه هيبقى اجازه، والسبت اعتقد الموضوع هيبقى فيه اقبال زياده ان شاء الله. طب هل دي اول سنه ليكم في المشاركه؟ بالظبط زي ما قلت لحضرتك قبل كده، دي اول سنه لينا فعلا، باعتبار ان احنا لسه جداد في الفيلد ده يعني. بس ان شاء الله نتمنى ان احنا نبدا بالاداء ده والمنظر ده، اعتقد ان احنا مكملين ان شاء الله السنين الجايه باذن الله يعني. توفيق ان شاء الله. تشرفت بحضرتك المهندس عمرو، ميرسي جدا. ألف شكر.
ودلوقتي بنتشرف بالمهندس محمد أسامة مدير المبيعات بشركة جولدن ماتل. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. أهلا بيك. في الأول حابة أعرف طبعا رأيك في المعرض اليومين دول وسبب مشاركتكم في المعرض. الحقيقة المعرض يعني معمول في شكل عشان تنشيط التسويق بشكل عام يعني، وبرضه في نفس الوقت عشان يعني ندي فكرة لمعظم الشركات عن الأنشطة المتداولة الموجودة حاليا يعني. طب سبب مشاركتكم في المعرض، هل دي أول مرة ولا شاركتوا قبل كده؟ لا احنا معتادين ان احنا باستمرار بنشتغل في المعرض على طول، لان هو بيخلق جو مناسب جدا من التبادل يعني الخبرات. بيجي ناس من المصانع بتشوف الدنيا فيها ايه عندي وعند غيره هنا وهنا وهنا، فبيقدر ان هو يكون خلفية عن الموجود في السوق يعني ويحكم عليه. طيب ممكن حضرتك تقول لنا نبذه عن شركه جولدن ميتال؟ هي شركه جولدن ميتال تعتبر شركه من الشركات المحترمه الموجوده في مجال المناوله، ادوات المناوله، ودي منشاه من يعني من سنه 95. الشركه دي بتعمل في مجال ادوات النقل كلها عموما يعني، زي ما هو موجود كده قدام حضرتك هنا الهاند باليت والاستاكر والارفف التخزين، دواليب العمال، التسجيلات، كل ما يخص المصانع يعني عموما موجود عندنا يعني. طيب حضرتك ممكن تورينا بعض المنتجات اللي نازلين بيها طبعا في المعرض؟ في مثلا زي كده الهاند باليت. في الهاند باليت ديت، دي بتشيل 2 طن ونص وصناعه الماني. في بعد كده زي دي كده اللي جنبها، دي زي مقص بيشيل روافع برضو، بيخش على الحاجه ويرفعها لغايه فوق وتيجي العربيه تاخدها منها يعني. في حامل براميل زي ده حضرتك شايفاه، في برضو الاستاكر اللي هنا ده بيرفع لغايه 3 متر وبيشتغل بالهاف الكتريك يعني بالبطاريه بالشحن التشارجبل، بيستخدم برضو في المخازن بقى علشان برضو ما يبقاش في عادم، لان العادم برضو في المخازن بيعمل نوع من التلوث يعني، فده بيشتغل من غير يعني اي تلوث بيئي يعني، فده بيشتغل في المخازن، بيشتغل في مصانع الاغذيه، في الكلام ده كله يعني. تمام. نيجي مثلا للجزء اللي هو هنا كده، ده في ادوات التخزين، بيخزن مثلا ارفف تخزين يعني، ده بيزود المساحه بدل ما بيحط الحاجه على الارض وياخد يعني حيز كبير، هو بيعمل تخزين راسي بيرفع لغايه ممكن 6 متر و7 متر فوق بعضها ركات، فبدل ما بيحط الحاجه على الارض بيحطها على الايه على الركات ديت، بتحافظ عليها من الرطوبه والميه وتحافظ عليها يعني. في دواليب عمال زي كده برضه، دي الدواليب دي موجوده من اول يعني عين واحده لغايه 24 عين، بتستخدم في شركات الادويه وشركات الاغذيه وكل انواع النوادي طبعا وجماعات. طبعا كل ده موجود، هتلاقيه موجود في يعني غرف خلع الملابس في الانديه والكلام ده يعني. في منه يعني ايه اشكال كتيره جدا يعني. في زي كده التزكه اللي هناك ديت، دي بتستخدم في المصانع اللي هي بتبقى بيحطوا فيها المهندسين او العمال الصناعيه يعني ادواتهم، بحيث ان هو يقدر ان هو ايه يقدر يشتغل عليها ويحط فيها العده بتاعته وكده يعني. في دولاب زي اللي ورا برضو، ده دولاب عده واخد بال حضرتك. وفي بقى حاجات تانية كتير يعني مش يعني مفيش مجال اللي احنا نحطها دلوقتي، بس هي موجوده يعني، موجوده في البروشور بتاعنا وموجوده في كل الكتالوجات اللي هي بتنزل تبعنا يعني. طب هل في عروض مخصصه للمعرض؟ والله هو مش حكايه عروض يعني، هو لو هي يعني حاجه مثلا ممكن تبقى ديل كويس ممكن بيبقى في خصم للمعرض، لكن في الحاجات العاديه هو عموما احنا المعرض بيبقى 3-4 ايام بيخلصوا، بنبتدي نسجل كل العملاء اللي جولنا ونبتدي احنا نتواصل معاهم بعد المعرض ونروح نعمل لهم زيارات، وفي نفس الوقت لو طالبين مثلا عروض اسعار يعني بنقدر نبعتها لهم ونتواصل معاهم، بيبقى فرصه كويسه ان احنا نتلاقى مع بعض. هو يمكن يكون عايز حاجه ومش عارف هي عند مين، فبيجي المعرض هنا بيخلق مجال او وقت مناسب ان هو يقدر ان هو يعني. اتفضل استاذ اسامه. الاستاذ اسامه شاكر يعتبر نجل رئيس الشركه يعني. تعال اتفضل اتفضل. شركه دنيا. تعال اتفضل. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. استاذ اسامه يعتبر اصحاب الشركه يعني، وبرضه هو ممكن يتكلم معاكي برضه في بعض الامور يعني. طيب عايز اسالك عن رايك في الاقبال طبعا في معرض هاندلنج اكسبو. لا هو الاقبال الى حد ما كويس يعني، النهارده اول حوالي كام ساعه والاقبال كويس يعني، مفيش اي مشكله، بس هو الدعايه بتاعته كانت قليله.
الدعايه بتاعته كانت لازم تكون زياده شويه عن كده. طيب انا كنت سالت طبعا مستر المهندس محمد اسامه على العروض اللي انتم عاملينها في الشركه، وهل ناويين انتم ان شاء الله كمان تشتركوا في المعرض السنين الجايه؟ احنا ان شاء الله نشترك، وكل سنه بنكبر المساحه والاوسع، لان احنا بنصنع. التصنيع غير التجاري، يعني الوقت الصناعي غير التجاري. احنا عندنا اكتر اغلب المنتجات دي كلها صناعيه، احنا بنصنعها مش بنستورد خالص. اتشرفت بحضرتك مهندس محمد اسامه، شكرا جزيلا. ميرسي جدا. متشكرين جدا، نرجو انه يكون يعني في خير باذن الله ان شاء الله. باذن الله. شكرا. اتشرفت بحضرتك، ميرسي قوي. شرفين بسعادة. ودلوقتي بنتشرف بالمهندس سامح عبد العال، مدير القطاع بشركه بيكو انجينيرنج جروب. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك، نورين الدنيا. ميرسي، ربنا يخليك. في الاول حاب اعرف رايك في المعرض هاندلنج اكسبو. والله هو المعرض النهارده اللي افتتح اول يوم، مستمر الفعاليات لمده 4 ايام. الحمد لله يعني شايفين بعض الاقبال كده في اول ساعات، بدات الناس تقبل على المعرض، وربنا يكرم ان شاء الله الدنيا تبقى كويسه لحد اخر المعرض باذن الله. طب سبب مشاركتكم في المعرض، وهل دي اول مره ولا شاركتوا قبل كده؟ والله دي من المعارض المتخصصه اللي بتتعمل كل سنه في مصر، متخصصه في معدات المخازن او نش الشوكه، زائد معدات الهواء، ضواغط الهواء، والمعدات اليدويه والعدد اليدويه. فدي من المعارض المتخصصه لكل العملاء اللي بيهتموا بالمجال ده بيكونوا موجودين فيها، وبيهتموا بالحضور والمشاركه عشان يشوفوا ايه الجديد وايه الابديتس دايما اللي نزلت في مجال المعدات اللي هم بيشتروها على مدار السنه بتاعتهم. طيب ممكن حضرتك تقول لنا نبذه عن شركه بيكو جروب؟ اوكي، احنا مجموعه شركات بيكو شغالين في كذا مجال في مصر، شغالين في مجال العقارات، شغالين في مجال البترول، شغالين في مجال المعدات كمان. عندنا كمان شركه بيكو للخدمات الهندسيه والصناعيه، عندنا شركه بيكو الزراعيه، وشركه بيكو الزراعيه دي من افضل الشركات اللي موجوده يمكن في مصر في الحصلات الزراعيه من الخضار والفاكهه، بتصدر العديد من الدول. عندنا في مجال المعدات احنا شركه بيكو الخدمات الهندسيه والصناعيه، بنبيع معدات كتيره جدا من ضمنها الفورك ليفت، عندنا اللوادر، وعندنا الحفارات، وعندنا مولدات الكهرباء، وعندنا الكمبريسور. وبنتميز ان احنا دايما بنتعاقد مع بعض الشركات العالميه اللي هي ليها سابقه اعمال في جميع بلدان العالم، وخصوصا في قطاع في السوق المصري بتاعنا. مثلا احنا بنورد فورك ليفت يمكن بقى لنا حوالي 20 سنه، بنورد لوادر، وبنورد الحفارات والاوناش، بنتكلم في اكتر من 30 و40 سنه. فالمعرض ده فرصه كويسه ان احنا بنوري الناس بالعملاء بتوعنا ايه الجديد المتاح عندنا اللي احنا بنطرحه في خلال السنه الجديده اللي تبدا ان شاء الله بعد كام شهر، 2017. طب حضرتك ممكن تشرح لنا بعض المنتجات، وبدايه من المنتج ده؟ طبعا احنا القاعه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي دي احنا بنتكلم فيها على معدات المخازن واوناش الشوكه. معدات المخازن دي بيسموها معدات المناوله، بتاخد الحموله او بتاخد الحاجه العميل بيخزنها، بتوديها من مكان لمكان، بيحطها على رف على ارتفاعات معينه، ممكن توصل الارتفاعات دي لحوالي 14 و15 متر حسب طبعا بعض الدايمنشنز تكون موجوده، عرض الممر والطرقات بتاعه التخزين بتاعته عامله ازاي. هنا احنا بنتكلم على فورك ليفت، البراند بتاعنا اسمه هايستر، هو براند انجليزي.
البراند بتاعنا بيتميز ان احنا عندنا الحمولات من اول 1.3 طن لحد 54 طن. احنا بنغطي كل رينج، واحنا بنعتبر من ضمن الشركات الوحيده في العالم اللي بنغطي الرينج من اول 1.3 لحد 52 طن. بنورد لكل القطاعات اللي موجوده في مصر، من اول الناس اللي بتستخدم المعدات البسيطه خالص اللي هي 1.3 لحد الكونتينر هاندلرز والريتش ستاكر. بنشتغل جوه المواني، كل جميع المواني اللي موجوده في مصر تلاقي المعدات بتاعتنا موجوده مع كل الهيئات الكبيره زي السك الحديد، مع الشركات الشرقيه الدخان، كل القطاعات الكبيره بياخدوا عندنا معدات. على سبيل المثال احنا عارضين في معرض معده زي دي، معده 5 طن. المعده دي بتشيل حموله 5 طن، دي بترفع لحد ارتفاع 4 متر، تقدر تشيل الحموله دي لحد ارتفاع 4 متر. الناحيه الثانيه عندنا معده 3 طن بالظبط، ده براند اسمه هايستر، براند انجليزي، الانجليزي في الاصل المنشا بتاعه. كمان عندنا بعض المعدات اليدويه زي حاجه بسيطه زي كده بيسموها الهاند باليت. الهاند باليت دي بتشيل حموله 2.5 طن، بتنقل الباليته من الارض او الحموله اللي العميل عايز يشيلها من على الارض للارض لو ما كانش ناوي يحطها على ارتفاع معين. طب هل بقى في خصومات بالنسبه للاسعار؟ طبعا والله في خلال فتره المعرض احنا بنعمل ديسكاونت مع الظروف الاقتصاديه اللي بتمر بالبلد دي، عشان احنا بنحاول ان احنا نتعاون مع كل العملاء، عاملين ديسكاونت يعني اراوند ما بين 5 لحد 10% باذن الله. وكمان عندنا بضاعه حاضره من المعدات اللي احنا بنبيعها دي، فدي بتدينا كمان فرصه ان احنا ندي كمان سعر كويس في خلال فتره المعرض باذن الله. يعني ان شاء الله شرفت بحضرتك مهندس سامح، ميرسي جدا، ربنا يخليك. شكرا ليك يا فندم، شكرا ليك. دلوقتي نتشرف بالمهندس أشرف حسين، مدير المبيعات بشركة تويوتا إيجيبت. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. طبعا حابة أعرف رأيك في معرض هاندلنج إكسبو وشو سبب مشاركتكم في المعرض. طبعا معرض هاندلنج إكسبو احنا دي طبعا المشاركة تقريبا السنة الـ11 بنشارك فيه، واحنا حريصين جدا ان احنا نشترك فيه كل سنة، حيث ان هو دايما بيبقى تقريبا جامع 4 معارض صناعيه كبرى، في اكبر معارض تقريبا في مصر بالنسبه للحاجات الصناعيه. فلازم يعني معظم البيزنس مان، اي حد بيحاول يستارت انفستمنت او اي بيزنس جديد، بيبقى هو نفسه حريص ان هو يجي هنا. فطبعا دي بتبقى بالنسبه لي فرصه كويسه جدا ان انا اقدر اقابل النوع ده من الكاستمرز، خاصه ان احنا بنتارجت الكاستمرز دول. طيب رايك في الاقبال بالنسبه لاول يوم؟ لا اول يوم يعتبر كويس بالنسبه لاول يوم كل سنه، هو دايما عاده اول يوم، لانه بيبتدي بيبقى يعني النهارده يعتبر النهارده الخميس شغل، فالناس بيبتدي الاقبال فيه بيبقى من بعد الظهر. وبعد كده طبعا بيبقى فيه برضو ويك اند الجمعه والسبت، دايما كل سنه بيبقى الاقبال كبير جدا، فاحنا بننتظر بكره وبعده. هو كل سنه بيبقى هم الاربع ايام دول، خميس وجمعه وسبت وحد، فالاقبال بيبقى كبير قوي الجمعه والسبت بالذات، لان الناس بتستغل فرصه الاجازه وبتنزل بقى من اول اليوم، وتقريبا بيجي الكاستمر مثلا او كده بيقضي اليوم كله مع الاربع معارض هنا. طيب بالنسبه للمنتجات اللي نازله بيها طبعا تويوتا ايجيبت في المعرض، احنا طبعا احنا ديبارتمنت تويوتا ماتيريال هاندلنج اكويبمنتس، احنا متخصصين ماتيريال هاندلنج اكويبمنتس. تقريبا عندنا الفور رينج وكل ما يخص معدات المناوله اللي بيحتاجها اي بزنس في مصر، سواء مصنع، حاجه لوجيستيك، مخازن، كل الانواع البيزنس ده بيحتاج معدات مناوله. احنا بنغطي الفور رينج من اول الحاجات الصغيره خالص والهاند باليس والمانيوال، مرورا بالارتفاعات العاليه جدا لحد 14 و15 متر، مرورا بالحمولات الكبيره من اول طن لحد 24 و25 طن. تمام. حضرتك ممكن تشرح لنا بعض المنتجات من هنا؟ ده مثلا فورك ليفت، بيبقى ده شغال بالكهرباء، شغال بالباتري،
بيرفع تقريبا لحد 6 متر. ده طبعا انا بحط ده حاجه فور اكزامبل، انا ممكن اجيب ارتفاعات اعلى من كده، حمولات اعلى من كده. النهارده في المعرض بحط ده فور اكزامبل، احنا بنغطي الرينج بتاع الكهرباء واللي بيشتغل بالديزل والبنزين والغاز الطبيعي والديول وكل حاجه. فالنهارده طبعا في البوث هنا بحاول احط الحاجات الكومن المعروفه للناس، ولو انا عندي نازل موديل جديد بحاول اعمل له اورينتيشن واستغل فرصه زي المعرض ده. فده مثلا فورك زي ده شغال بالكهرباء، بيستعملوه معظم المصانع اندور في الصناعات اللي هي بتبقى سنسيتيف قوي بالنسبه للايميشنز والبوليوشن والحاجات دي، فده بيستعملوا النوع ده من المعدات. بقيه المعدات ممكن تشغلها؟ ده مثلا بيستعملوه على البرودكشن لاين، بيبقى سيزر كده، بقدر اتحكم في الارتفاع اللي هو واقف عليه الباليتا، بحيث بتساعد الاوبريتور وهو شغال على خط الانتاج ان هو بدل ما بيضطر يجيب الحموله من على الارض، لا بيجيبها في ارتفاع مستوى وقوفه، وبينزل بقى يعني كل ما يبتدي يملى الباليتا يروح منزلها من هنا، تنزل لحد ما يملى الباليتا كلها من غير ما يضطر ان هو يوطي ويشيل من على الارض. هنا مثلا دي الهاند باليت العاديه المعروفه، واحنا عندنا الهاند باليت دي متميزين بيها جدا، حيث انها مثلا البامب اوفرلود بامب، وفي نفس الوقت كويك، بتشيل الحموله، ولو ايفن الحموله اعلى ما فيش حاجه بتجرى في البامب وكده. الجميع كلها طبعا متصنعه في مصنع تويوتا بالكامل، مصنع فول روبوتكس موجود في السويد، في مصنع بي تي اللي انضم مؤخرا لمجموعه شركات تويوتا. طيب هل منزلين عروض للشركات فتره المعرض؟ هو اصلا مفيش، يعني احنا الكاستمر بتاعنا للشركات، فهو يعني زي ما يسموه بيزنس تو بيزنس، فما فيش حاجه اسمها عروض للشركات. لكن هو القصه في ان احنا بننزل بمواصفات كويسه، كواليتي كويس، وبنحاول ننزل بسعر ريزونبل، بعد ما بنوضح للناس الاوبشنز اللي عندنا والتكنولوجي اللي عندنا. والحمد لله يعني تويوتا عرفنا خلال العشر سنين اللي فاتوا ان احنا نحوز على ماركت شير كويس جدا من السوق المصري. توفيق ان شاء الله في الايام الجايه باذن الله. تشرفت بحضرتك، شكرا جزيلا. انا الاسعد، شكرا. شكرا يا فندم. ودلوقتي بنتشرف بالاستاذ لؤي الشريف، مدير المبيعات بشركه الواتين. اهلا بحضرتك. اهلا فيك. اهلا وسهلا. طبعا حابه اعرف راي حضرتك في معرض هاندلنج اكسبو. والله هو معرض جميل للمعدات والحاجات الصناعيه، واللي احنا بنشارك في المعرض ده عشان احنا ننعرف في مصر، لانه احنا بقالنا 4 سنين في مصر، احنا اساسا سوريين وعاملين شركة مساهمة مصرية اسمها الواتين، ومكاننا في العبور في المنطقة الصناعية، يعني شغالين في المنطقة الصناعية بتاع العبور، وإن شاء الله المعرض جميل قوي. يعني حضرتك شايف الإقبال عليه كويس؟ لا الحمد لله كويس الإقبال، يعني بقى احنا تقريبا افتتاح المعرض كان الساعة 12 لحد دلوقتي، الإقبال جميل جدا وما قعدناش خالص. هل شاركتوا في المعرض قبل كده ولا دي أول سنة؟ لا السنة دي أول مرة، بس إن شاء الله هنستمر فيه على طول. حابين حضرتك تكلمنا أكتر عن شركة الواتين، يعني نعرف أكتر معلومات عنها. على الأقل إحنا شركة الواتين أساساً أخصائيين في عجلة الكلاركو اللوادر، يعني حاجة بتاع الصناعة والمصانع. بقالنا تقريباً 4 سنين هنا في مصر، وكنا شغالين أساساً في العجلة دي، عجلتنا إحنا بنستورد عجل من كوريا. وكنا شغالين قديما في سوريا حوالي 10 سنين من المصنع ده مستورد منه، ولما جينا على مصر استوردنا العجله دي برضو على مصر، والحمد لله ثبت وجودها، ونحن شاركنا في المعرض عشان
نتعرف على الناس اكتر والناس تعرفنا اكتر ونعرف الدنيا ماشيه ازاي كده بمصر. حضرتك ممكن تكلمنا اكتر عن انواع العجل او يعني المنتجات اللي انتوا نازلين بيها في المعرض؟ لا، احنا في عندنا حاجه جديده مدخلينها على مصر، هي عجله اسمها نص صب، مع بنفس الوقت هي في الشمبر والشريط، يعني داخله الشمبر والشريط، بس هي عجله نص صب عشان تدي اريحيه للكلارك، لانه الكلارك اللي بيركب عجله صب كتير بيشتكي من، بيقول لك اول حاجه السواق بيشتكي انه بيتالم من وجع ظهره وحاجات كده، وتاني حاجه بيبوظ عفشه الكلارك، فدي بتدي حنيه للعجل وبتدي اريحيه للشغل مع السواق. ماشي، يعني حضرتك برضو دخلت منتج جديد ما كانش موجود في مصر وفي نفس الوقت بيريح. دي حاجه جديده على مصر، يعني اول مره، اول شركه بتنزلها هي شركه الوتين، بتنزل الحاجه دي، حاجه اسمها نص صاب، يعني هي بتعارف المصانع اسمها النقشه 707، بس احنا تعارف هنا في مصر عم نقول حاجه اسمها نص صاب عشان الناس تعرف تفهم ايه موضوع الكاوتش وايه اللي هيفيد عن العجله الصب او العجله العادي. تشرفت بحضرتك استاذ لؤي، ميرسي جدا، شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. دلوقتي بيشرفنا المهندس اسلام عبد العزيز صاحب شركه هيدروتك. اهلا بحضرتك. بيكي. اولا انا مش صاحب شركه، احنا الشركه بنشتغل تيم وورك، فكل الناس اللي بتشتغل في الشركه، احنا تقريبا النهارده 42 واحد، احنا كلنا اصحاب الشركه. شرفت حضرتك برضو. طيب حابه اعرف نبذه عن شركه هيدروتك. طيب احنا شركه بدات سنه 2003، بدانا بالصيانه وان احنا نعمل سوليوشن هيدروليك، هيدروليك بمعنى كل ما يعمل بضغط الزيت هو هيدروليك. تمام، بدانا في بالسليوشن، بعد السليوشن بدانا نوفر شويه قطع غيار، بعديها بدانا نصنع حاجتنا بره عند لدى الغير، يعني ما حصلناش على الجوده المطلوبه، فخدنا مصنع صغير حوالي 250 متر وبدانا نصنع الحاجات بتاعتنا بنفسنا. بدانا الكلام ده سنه 2006 التصنيع، والحمد لله دلوقتي المصنع بقى 2 وبدانا بنصنع ماكينات كامله الحمد لله. انا شايفه من المنتجات مكتوب صنع في مصر، يعني فحضرتك ممكن تكلمنا اكتر عن المنتج ده. ده بس مكبس، المكبس ده مكبس ورشه بيعمل الاعمال بتاعه الاستعدال بتاع الحديد او شحط البلي في الجير بوكسز وتفوير الحاجات وتركيبها، ده بقدره 70 طن، ده مصنع بالكامل في مصر. الحاجات المستورده فيه قليله جدا، اللي هي الحاجات اللي احنا ما بنعرفش لسه نعملها، البامب، الكنترول، الحاجات السبيشال قوي بتاعت الهيدروليك، ودي ما تشكلش 25% من قيمته، لكن الباقي ده كله تصنيع بالكامل في مصانعنا. طب امتى احنا نقدر نصنع كله؟ يعني ما بحتاجش للخارج ابدا. عشان نوصل لده احنا عندنا هنا منتجات كتير جدا بنستوردها النهارده احنا نقدر نصنعها، ينقصنا بعض الامكانيات، الامكانيات دي على هيئه ماشينز، نستورد مكان من بره علشان نبدا نشغله، بس الكلام ده استثمارات العائد بتاعها بياخد وقت طويل قوي على ما يسترجع، فما تنفعش تشتغل بالتمويل الشخصي، عشان نشغلها بالتمويل الشخصي واحنا نمولها يبقى احنا مش هنعرف ندفع مرتبات الناس. فدي محتاجه شويه دعم زي فكره ال 5%، بس هي لسه شويه على ما تتطبق فعليا، لما تتطبق فعليا هنجيب مكان وهنصنع حواليكي حاجات في المنتجات بتاعتنا كتير جدا احنا ينفع نصنعها في مصر، مش محتاجه نستوردها. يا ريت حضرتك توريني بعض المنتجات برضو اكتر. ده صنع في مصر، ده متصنع بالكامل زي ما قلت لحضرتك، السلندر ده سلندر تلسكوبيك بتاع، عارف حضرتك العربيات القلاب اللي بتقلب الحاجات دي، ده السلندر بتاعها، ده مصنع بالكامل في مصر. دي وحده فلتره بتفلتر الزيوت، دي مصنعه بالكامل في مصر. بعد كده احنا معانا مجموعه من التوكيلات زي بي ان سي، بي ان سي ده
التوكيل بيعمل البامبز الفان بامب والجير بامب والانلاين فالفز، ده توكيل ايطالي صنع في ايطاليا فيري هاي بيرفورمانس. ده احنا جبناه علشان البامب دي هي البامب اللي بتدير المكبس ده، الفالفز دي هي اللي بتتحكم في البريشر بتاع المكبس ده، البامب دي هي اللي راكبه هنا على وحده الفلتره دي. فاحنا جبناها عشان نبقى احنا اول يد نقدر نقدم للعميل بتاعنا ادد فاليو بسعر كويس، يلاقي ماني فاليو يعني فاليو اوف ماني اللي بيدفعه يلاقي ليه عائد يعني. تمام. عندكم الاسعار مختلفه او متميزه؟ اه طبعا عندنا اسعار مختلفه، لان احنا 70% من الحاجات اللي احنا بنبيعها او بنحطها اللي هي مستورده وبنركبها في مصنعاتنا احنا اللي مستوردينها اول يد، احنا الوكلاء بتوعها. فده بيفرق ان احنا ما عندناش المرحلتين ثلاثه اللي هو المستورد وبعدين تاجر الجمله وبعدين الريتيل، احنا بنجيب من الاستيراد للريتيل على طول، فده بيفرق كتير جدا في المصنعات. عندنا بعد كده حاجات انلاين، دي حضرتك صناعه تركيه فيرو. فيرو دي صناعه تركيه بتعمل البريسز والسلندرز الهاي بريشر والانلاين فالفز بانواعها، تمام، والكنترول فالفز والفلو كنترول فالفز. الحاجات دي نقدر نقول ان 70% منها احنا نقدر نصنعه في مصر بالكامل فروم اي تو زد، ينقصوا مثلا احنا يبقى عندنا مكانتين سي ان سي ماشينز سبيشال، بس الحاجات دي تتكلف لها حوالي 2 3 مليون جنيه. لما نلاقي بقى التمويل الفند ده يتوفر بطريقه مناسبه من الدوله، نحكي عارفه طبعا الصناعه العائد بتاعها بياخد شويه وقت طويل قوي، لما يتوفر هنقدر نعمل الكلام ده. دي حضرتك دي اير هوسز، دي احنا دلوقتي كنا بنستوردها من تايوان وجبنا بالفعل مكنه من حوالي شهرين، هتبدا انتاج كمان شهرين، هيبقى كل ده صنع في مصر فروم اي تو زد، ده هيطلع ان شاء الله كله من مصر. الحاجات اللي احنا لسه مش هنعرف نصنعها حاجات زي البريشر جيجز دي، لان هي تكلفه تصنيعها غاليه فبتعتمد على الماس برودكشن، احنا استهلاكنا فيها هنا قليل. ده السلندر ده برضه تصنيع هيدروتك كله متصنع في مصر. بعد كده في دي دايركشن كنترول فالفز، دي ريزن جولد، دي ميد ان تايوان، دي احنا بنستوردها دلوقتي من تايوان، احنا وكلاء لكل الحاجات دي. زائد ان احنا بنخش كمان بنعمل اوفرول مينتيننس المصانع لخطوط انتاج، بنعمل ابجريد لخطوط انتاج، بنزود الكفاءه الطاقه الانتاجيه بتاعتها، بناخد مشاريع من دي كتير الحمد لله. دكتور زليب، منتجات بصراحه جميله جدا وخاصه ان هي سرعة في مصر. طيب عايز اعرف سبب بقى مشاركتك في معرض هاندلنج اكسبو. احنا من 2009 بنشارك في معرض هاندلنج، لان احنا بنحاول ننتشر ونحاول نوصل فكرتنا للعميل بطريقه اسهل. انا هنا بيجي لي عميل انا ما بقدرش اروح له، ما بقدرش اقابله، هو بيوصلني لغايه عندي. فانا النهارده لو قدرت اتواصل مع مجموعه من العملاء هعمل جروث كويس، الجروث كويس هيساعدني على ان انا اطور من الشركه، وهيساعدني ان احنا نطور من التيم كله، لان زي ما قلت لحضرتك احنا 42 واحد وال 42 واحد يملكوا الشركه بالكامل. فكلنا بنتطور مع بعض. انا اتشرفت بحضرتك، ميرسي جدا، شكرا، ربنا يكرمك. مشاهدينا، وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. كنا معاكم من معرض هاندلنج أكسبو اللي بيقام في قاعة المؤتمرات. يا رب تكونوا استمتعتوا. كان معاكم دنيا الأدور من كاميرا عقارية.